سلام المسيح معكم مشاهدينا عبر شاشة نور الشرق، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج ثورة الإنجيل. الإنجيل هو الخبر السار، هو الفرح بقلب أحزان العالم، هو الحب بقلب بغض العالم، هو الوحدة بقلب انقسامات العالم. وصلنا اليوم بتأملنا للفصل 17 من إنجيل يوحنا، هي الخطبة الثانية من بعد العشاء السري. يسوع عم بيصلي من أجل تلاميذه الحاضرين ويلي رح يؤمنوا فيه من خلال كلامهم. الرب يسوع إجا حتى يكون إلنا حياة بوفرة، طلب من بيو إنه يمجده، يعني يخلي الكل يشوفوه على إنه هو انعكاس لحياة الآب، وكمان طلب انه يحفظ التلاميذ من الشر ليضلوا شهود الله بالعالم من خلال عيش الوحده. لكن شو بيطلب منا يسوع لنعيش الوحده؟ وشو هو سبب عدم وجود الوحده؟ الجواب مع الاب بولس مرديني، كاهن رعيه القديسين بطرس وبولس للروم الملكيين الكاثوليك بالبترون. ابونا اهلا وسهلا فيك. وفيك ماري وبكل اخوتنا وخياتنا اللي عم بيتابعونا عبر برنامج اللي ثورة الانجيل، وعبر اللي عم بيتابعونا عبر نور الشرق لاول مرة او بيتابعونا كل مرة. ان شاء الله السلام الرب يغمرنا كلنا سوا وروحه يفيض علينا من مواهبه، ليكون المتكلم والمصغي عم بيسمع بالروح ويحكي بالروح وكل شيء يكون لمجد الاب. امين. نحن بدنا نبدأ بصلاة لحتى هيدي رغبة قلبنا تتحقق، انه كل شيء يكون تحت نظر الرب، واذا عم نحكي كلمة الرب. هالصلاة يلي بدنا نصليها بداية هالحلقة رح نكون عم نذكر فيها اكيد كل المشاهدين يلي عم بيتابعونا هلا، ان كان عبر الساتليت او عبر الفيسبوك، لانه حلقتنا عم تطلع مباشرة على الفيسبوك. بنصلي على نية ليندا حنا، نوال عبد صديق، ابو جوي كتورة، ليس جريسات، أمل عطلة، وكامل زويدي. فإذا أبونا رح نبدأ شفية سوا بصلاة. هلأ ذكرت الأشخاص اللي تواصلوا معنا عبر الفيسبوك، مش الأشخاص اللي كانوا عم بيحكونا عسما تتصل وتعاتبك. أكيد نحن قلنا كل الأشخاص، فلما صحيح ذكرنا الأسامي كل الأشخاص موجودين ومقدمينهم بيئة كتير حلوة للرب. تفضل أبونا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. إلهي وربي يسوع المسيح، كلامك بيبقى للأبد وكلامك ما بيزول لو زالت السماء والأرض. أنت وصيتنا نكون واحد مثل ما أنت والآب واحد. بعد كتير نحن يا رب عن الوحدة اللي بتجعلنا نشبهك أنت والآب، بعد كتير عن المحبة اللي بتجمع الآب فيك وبتجمعك بالآب، بعد كتير نحن نتمم إرادة الآب مثل ما أنت تممتها، بعد كتير إنه نطلب مجد الله قبل مجدنا مثل ما أنت طلبت مجد الذي أرسلك، بعد كتير نحن نكون عم نخدم بدل ما نكون عم نطلب نخدم، ويكون فينا الأول كالأخير والمتقدم كالذي يخدم. كتير منا يا رب بيحبوا مين يغسل إجريهم، لكن قلال اللي بيحبوا يغسلوا أرجل الآخرين. كتير منا اللي بيحبوا يكونوا بيشبهوك يوم أحد الشعلين، الناس عم تصرخ باسمهم وتهللهم، بس قلال اللي بيريدوا يموتوا معك على الصليب ليجمعوا المتفرقين. كتار منا يا رب بيحبوا يكونوا بالعشاء ويتباهوا لو أنكرك الكل ما أنكرتك أنا، بس قلال اللي بيكونوا مأمينين لمسيرتك للموت وللقيامة. اليوم يا رب منسلمك كل أوضاعنا لتكون أفضل بوجودك فيها، منسلمك كل مرضانا لتكون أنت الشفاء اللي فيها، منسلمك كل أحزاننا لتكون انت الفرح اللي فيها، ومن سلمك لساننا لحتى يشيد ويخبر بحمدك
ويعترف بعجائبك، بأنك أنت الإله وحدك صانع المعجزات، أنت رب السماء والأرض، وأنت خالق كل الكائنات. اليوم يا رب علمنا نكون واحد مثل ما أنت والآب واحد، وعلمنا نستسلم لعمل روحك القدوس فينا ليملانا من النعم مثل ما ملاك، ولنكون فعلا عم نعكس صورتك فينا. أنت الإله، أنت ابن الله اللي صرت إنسان لحتى فيك نصير أبناء الله. إلك كل مجد يا ربي يسوع، هلأ وكل وقت ولدهر الداهرين. أمين أمين. فإذا من بعد ما صلينا سوا مشاهدينا، راح كمان هلأ نكون عم نرنم فرحنا للرب. منصلي سوا. إلى الأبد رحمته، هللويا. مشاهدينا، رح نكون اليوم عم نتأمل بإنجيل يوحنا الفصل 17 من الآية الأولى للآية 10، يلي عنوانه صلاة يسوع من أجل تلاميذه. بيقول الإنجيل: وبعد هذا الكلام رفع يسوع عينيه إلى السماء وقال: يا أبي، جاءت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك بما أعطيته من سلطان على جميع البشر، حتى يهب الحياة الأبدية لمن وهبتهم له. والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك، ويعرفوا يسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك في الأرض حين أتممت العمل الذي أعطيتني لأعمله، فمجدني الآن يا أبي عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل أن يكون العالم. أظهرت اسمك لمن وهبتهم لي من العالم، كانوا لك فوهبتهم لي وعملوا بكلامك، والآن هم يعرفون أن كل ما أعطيتني هو منك. بلغتهم الكلام الذي بلغتني فقبلوه، وعرفوا حق المعرفة أني جئت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني. وأنا أصلي لأجلهم، ولا أصلي لأجل العالم، بل لأجل من وهبتهم لي لأنهم لك. كل ما هو لي فهو لك، وكل ما هو لك فهو لي، وأنا أتمجد بهم. أمين. أمين. المجد للرب دائما. أمين. فإذا أبونا، حول هيدا النص كلمة كمقدمة، تفضل. أول شغلة بدي أقول لذاتي قبل ما أقول لك أختنا ماري ولكل المشاهدين والمشاهدات اللي عم بتبعونا، مثل ما بنقول دائما، كلمة الله كلمة حياة، وإنجيل الرب قصة دائمة ما خلصت، ولا كتبت فيها كلمة النهاية، لأنه القديس يوحنا الإنجيلي بيقول: وأشياء كثيرة صنعها يسوع لم تكتب، إنما كتبت هذه لتؤمنوا. فإذا كتاب الإنجيل بعده مفتوح من الزمن للأبدية، وبعده نافذة الأبدية على الزمن، لأنه كلمة الله كلمة مستمرة. واللي توجه للرسل لازال عم بيتوجه لكل مسيحي مؤمن، ولكل إنسان بيفتح قلبه لعمل روح الرب يشتغل فيه ولا يوصل لملء الحياة. لهيك بهالإنجيل بنشوف يسوع المسيح عم برجينا إذا بدك أشياء ما تعودنا نشوفها بمنظورنا العادي، لأنه بحياتنا العادية منسعى دايما لمجد الناس، وهذا اللي بقدمه الشيطان. لكن الشيطان قال له للرب التجربة: كب حالك من الجناح الهيكل، والناس بيشوفوك وبتحملك الملائكة وبزقفوك. لهيك قالوا له قريبينه لما صعد لأورشليم، قالوا له: ما حدا بيريد يكون مبين قدام الناس وبيعمل أعماله بالخفاء. قالوا: أنتم تطلبون مجد الناس، لكن أنا أطلب مجد من أرسلني. نحن البشر منفتش عن اللي بيريحنا، بينما يسوع بيفتش على اللي بيخلصنا. نحن البشر منفتش على اللي بيدللنا، بينما يسوع بيفتش على اللي بيبنينا حتى لو ما دللنا. لكن يسوع كتير مفاهيم آلة بعيدة كتير عن مفاهيمنا، ومثل ما بقول كمان الكتاب: بعد السماء عن الأرض بعدت أفكاري عن أفكاركم، يقول الرب. ولا أفهم الإنجيل لازم أرجع لإنجيل القديس يوحنا ذاته للفصل 12، وناخد، لأنه يسوع بدي هالإنجيل إذا مشوف تكلم يسوع: ثم رفع عيناه إلى السماء. وانتبه،
كل مرة يسوع بيرفع عيني للسماء عم بيقول بإشارة ما لازم يكون كلامك ما مصدره السماء، لأنه من فيض قلبك بيتكلم اللسان، وحيث يكون كنزك يكون قلبك. والسماء بالنسبة ليسوع ما هي مكان جغرافي فوق أو تحت، هي ملكوت الله فيكم. لك دي وجه القلب اللي مرتبط من فوق الأرضيات هو قلب ميت. من هون قال مربورس ارتفعوا إلى حيث المسيح جالس عن يمين الآب، ارتفعوا بأفكاركم بعلاتكم بقلوبكم. ونحن نقول لبعضنا ارفع يا زلمة شوي أفكارك، وين أنت؟ مش معناته أفكاره إذا رفع أفكاره صار فوق الأرض، معناته صار عم بيتسامى بحديثه وبحياته عن الأشياء العادية اللي بيعيشوها كل الناس، مش ليبين كبرياء، ليبين كبر وانتماء. نعم، وذكرت كلمة يتسامى، والسماء هي هالتسامي، والمسيحي المرتفع يعني. صحيح ماري، والمسيحي إنسان عنده كبر بس ما عنده كبرياء، وفرق كتير بين الاثنين. بتعرفي الكبرياء هي شوفة الحال على الآخرين، والكبر هو عزة النفس وافتخر بما أنا. أنا مسيحي وافتخر بصليب ربي، بفتخر تناولت الرب، بفتخر بحمل اسم الله، وهذا مش كبرياء، هيدي حقيقة أنا ما بس أنا بكبر فيها. أنا بكبر بي الذي في السماوات اللي بيا بيي، بكبر أقول للعذراء مثل يا أمي. نعم، بس أبونا منشوف أوقات أشخاص وحتى بيناتهم كهنة يمكن بيكونوا عم بيعيشوا برأيهم التواضع، فبضلهم هيك حاطين عينيهم بالأرض مرفوضة. مرفوضة هيدي، مرفوضة أنا لأنه مسيحي ماني ذليل، أنا ماني عبد. الابن الضال ماري لما رجع ذليل، بيو ما باللزل، قال له روحوا حطوا بجرو نعل وجيبوا ثوبه وألبسوه، خلينا نفرح ونتنعم. شفتي حدا فرحان بيطلع ثوب الأرض؟ لا. وين بيكون عيونه؟ على السماء، على اللي بحبهم برفع على فوق. نعم. شفتي شو واحد أبغني وحيط راسه على الأرض؟ بكون مكسور. نحن مش مكسورين، نحن منتصرين. والمسيح ما مات مكسور، مات منتصر وعيونه منتفخ، فرفع عيناه صوب السماء يسوع يا أبتي في يدي استودع. ما مات مهزوم. لهيك إذا بنرجع لإنجيل يوحنا الفصل 12 هون شو قال يسوع؟ يا أبتي قد أتت الساعة فمجد ابنك لكي يمجدك ابنك. ناخذ إنجيل يوحنا الفصل 12، شوفي شو بيقول يسوع بنفس المعنى. يا أبتي أنقذني من هذه الساعة، ولأجلي هذه الساعة قد جئت. أيها الآب مجد ابنك. نفس الصيغة. نعم. طيب لأن نفسي قد اضطربت، يسوع بيقول قبل ماذا أقول؟ يا أبتي نجني من هذه الساعة. فجاء صوته من السماء قد مجدته وسأمجده أيضا. فإذا لنقدر نفهم النص، أول شيء يسوع عم بيتكلم لغة السماء، نحن بنحكي لغة الأرض، هي أول شغلة بدنا نقبلها، إنه يسوع ما بيحكي اللغة اللي بترضيني، بيحكي اللغة اللي بتخلصني وبتبنيني. وهي مشكلتنا مع يسوع، إنه مش دائما بيحكي اللي برضينا. منصلي له ما برد علينا، بنطلب منه ما بياكل همنا، ما حيرد عليك إذا عم تطلب منه غير اللي بريده لخلاصك. ولو كنت عم تطلب كل كنوز العالم مش حيعطيك إياها إذا هي لهلاك نفسك، لأنه عند الله كل كنوز العالم ما بتساوي نفسك. ويسوع بقول مربولوس ما افتداك لا بدم تيوس ولا عجول، بل بدم حمل لا عيب فيه هو المسيح. يعني قيمتك أغلى من كل هدول من اللي بيبلوا فضة وذهب. لهيك يسوع رفع عينه وقال يا أبتا. منتبه، كلمة يا أبتا هي كلمة محببة، الروح يصرخ مع أرواحنا أبا أيها الآب. معناتها يسوع شوف قديش في علاقة حميمة ودالة بينه وبين الآب، لحتى عم بيصرخ له مع أنه مساوي له في الجوهر وبساوي له بالزمن. بس نحن كمسيحية كل أقنومه منعطيه حقه من التقديس ومن الاحترام ومن الإكرام والعبادة والسجود، لأنه أنا كمسيحي وأنت كمسيحية لا تعبدي إلا الله الآب والابن والروح القدس، ومنكرم كل شيء خلايا. بس هدول ثلاثتهم نقول إله واحد، ثلاثتهم أقانيم إلهية، بنقول الثالوث الأقدس مش ومصدر كل قداسة، لأنه هو مصدر القداسة. من هون يسوع بيقول يا أبتا قد أتت الساعة. شو بيعني يسوع بالساعة؟ ساعة موته. هل هي ساعة موته وقيامته؟ هل هي ساعة كشف الحقيقة؟ هل ساعة هي فحص الرسل مين أمين ومين مش أمين؟ هل ساعة الحب الحقيقي اللي بيبين فيه مين معه ومين عليه؟ كل هدول ساعات الله بتحمل كلهم، كل هالافتراضات. لأنه أنا كيف بعرف الإنسان معي أو ضدي؟ ساعة الحقيقة. مين بعرف صديق الوفي من الخاين؟ ساعة الحقيقة. مين بعرف المتمسك بالأرض وكان عم يتبعني مشان أنه أكل الخبز وشبع، ولأنه كان ناطر وزارة وكان تعب عم يتبعني لأنه آمن أني إله السماء. بس المحور الأساسي يلي رح ساعة الموت. ساعة الموت يلي بس ساعة الموت كشفت كل حياة. نعم. وهي ساعة إدانة رئيس العالم.
لك سؤال، وأنا متى رفعت جذبت إلي الكل والآن قدينا رئيس هذا العالم. فإذا اثنين سوا. نعم. فمجد ابنك لكي يمجدك ابنك، كأنه مجد الآب مربوط بمجد الابن ومجد الابن مربوط بمجد الآب. من قبلني قبلك قبل الذي أرسلني، واللي رفضني رفض الذي أرسلني. فإذا أنا ما بقدر أفصل اليوم بحباتي وحبي لله الآب بحبي لله الابن، ولا العكس كمان، لأنه الاثنين، أنا يوم بمجد الابن بمجد الآب اللي أرسله، ويوم بمجد الآب بمجد الابن اللي تمم مشيئته، لأنه أنا ما عرفت الابن إلا بالآب. ويوم اللي بمجد الروح القدس هو اللي ورجاني الابن، هو اللي ورجاني صوت الآب بالابن. بس هيدي الحقيقة بس من اللي بالمسيحية أبونا، طبيعي. لأنه عند غير أديان بتلاقيهم أنه يعبدون الله الواحد بلا ما يعرفوا الابن وبلا ما يعرفوا الروح القدس. أنا اليوم لما بعرف مدام ماري مديرة نور الشرق بس ما بعرفها شخصيا، أنا بقولوا لي مين ماري تريد، بقول لهم مديرة نور الشرق، بس ما عندي أي شيء تاني أقوله. بس يوم اللي بقولوا لي أنت بتعرف أكثر، بقول لهم إيه، ما أنا كل جمعة بلتقى فيها بنعطي برامج وبنتحاور، وبعرف كيف تحاور، وبعرف ليش تستفزني، صار في معرفة أكثر. فإذا المسيحية فضلة مش دولة أحسن من الباقية، فضلة أنك اقتربت من الله بشخص يسوع المسيح، لأنه كل شيء أجوا قبله كلام أرضي. أما يسوع وحده كلام سماوي، واللي بيسمع عن الله من الأرض بيبقى على مستوى الأرض. بينما اللي بيسمع عن الله من اللي جاي من فوق من حضن الآب هو أخبر، هو يسوع المسيح. يعني الغير مسيحي ما عنده الصورة الكاملة عن الله الكاملة، لأنه هالصورة بناخدها من يسوع المسيح. برافو عليك، لأنه هو يوحنا شهد قال من الأرض أرضي، أما اللي جاي من فوق وكلامه سماوي. أنا ماني عبد الشريعة اللي أعطيت بموسى، أنا عبد، أنا حر بالروح اللي أعطي بالمسيح والنعمة. من هون يسوع بيقول فإذا لكي يمجدك ابنك ويعطيهم ويعطي وقد قلدته السلطان على كل البشر. وانتبه، كلمة سلطان على كل البشر معناتها يسوع هو الله الديان، وهون ما قدر يستوعبه. بكرة رح نشوفه قيافة، قال له أنت مسيح المنتظر، قال له سترون ابن البشر آتيا على سحب السماء. استشهد بنبوءة دانيال، شو كانت ردة فعله قيافة؟ لقد جدف، ما حاجتنا إلى الشهود. وهون بدنا نفهم لقب يسوع عنده السلطان على كل البشر هو تحديد لألوهيته. أوكي، عن أي سلطان عم بيحكي؟ لما بقول بما أعطيته من سلطان على جميع سلطان البشر. البشر أي سلطان؟ أول شيء سلطان يحيون يعطيهم الحياة الأبدية. سلطان إذا رفضوا يوقعوا تحت دينونة. سلطان إذا عاشوا الخطية صار عندهم مين يقول لهم صح من غلط وإن اختاروا الغلط. سلطان لما هو عزم العزارة هدوليك اللي ما كان عندهم زيت صارت مسؤوليتهم. سلطان اللي عزمهم على عرس الابن ورفضوا بقيوا برا، كل هدول صاروا مدانين لأنه ما عاد في عندهم عذر، فلا عذر لهم. قال لهم يسوع محل تاني، لأن النور جاء إلى العالم وأثاروا الظلمة لأن أعمالهم كانت ما فينا نقول السلطان يلي عطاه الله للرب يسوع إنه يقدر يعطي للإنسان الحياة الأبدية، كونه الإنسان هو مخلوق وكل مخلوق عنده بداية وعنده نهاية. صحيح. وحده الإله يلي هو الخالق بيعطي الحياة، لا عنده بداية ولا عنده نهاية. بس يسوع لنا إياها. فهون يسوع إجا حول هالمخلوق اللي عنده بداية وعنده نهاية لحياة أبدية. طيب قبل الخطيئة، خلينا ناخذ قصة مش ضروري تكون مرتبطة بالخطيئة. لا بل بدي جاوبك. قبل آدم وحواء طرحوا كثير السؤال، هل كان آدم وحواء لو بقيوا بصحبة الله هل كانوا رح يموتوا لأنه كانوا خلايق؟ كانوا رح يموتوا أكيد كونهم إنسان. هذا جوابك. نعم. بينما القديسين ما بقولوا لا، بقولوا ما حيموتوا؟ لا، لأنه كانوا عايشين بصحبة الله وهذا بينفي عنهم كل موت. إيه بس كمان هلا في سؤال ثاني بينطرح هون. لا بس خليني كفي. تفضل. لأنه بقول لك ليش ما كانوا حيموتوا؟ نعم. لأنه اليوم اللي خلطوا شو قال الله لحواء وآدم؟ قال لهم يوم تأكلون من هيدي موتا تموتون. برافو عليك، الثاني شو قال؟ بس قال ما ميتوا. انتبه. بس ما ميتوا، يعني مش عم بيحكي عن هيدا الموت. لا بس خليني كفي لك، قال له أنت تراب وإلى تراب تعود. لا تيجي ولا تزرع الأرض تعطيك شوك وحسك، ليش؟ لأنه تيجي تخطيته شوه كل عيالته بالكائنات. يوم اللي كان بصحبة الله، الله بينفي عنه الموت، هل معقول يكون أولادك حدك ويجوعوا وأنت عم تطبخي لهم بالمطبخ؟ هل معقول أولادك يبردوا وأنت مغطيتيهم بحنانك؟ طبعاً هدول أشياء رمزية فينا نقول بس هي حقيقة على الابتعاد عن الله. لا بس هي حقيقة، نحن دائماً بنفكر على مستوى المخلوقات، يعني بقول أنا والكتاب المقدس بيعطيني أمثلة اللي كانوا عايشين بصحبة الله عاشوا عمر طويل. ليقول لي ما الله بينفي علاقة حياتك مع الله بتنفي عنك الموت بما معناه الجسدي،
لهيك قلنا القديس بولس أجر الخطيئة هو موت، والموت بمعنى ايه؟ بالموت الروحي، لأن يعني تفصلك عن الله، ابتعاد عن الله، والموت الجسدي. بس هالموت الجسدي اللي صار هو نتيجة خطايانا، أجا يسوع قال أنا ما حخليك تنتهي بالموت لأنك خاطي، أنا رح حول لك الموت اللي كان مرعب لك ونهايتك لبداية معي أنا المتجسد لحياة أبدية. وصارت الخطية اللي كانت ثمرة الموت رح أهزمها على الصليب لتصير لك ثمرة توبة وحياة. بس أبونا، كتار من شراح الكتاب المقدس وبتعليم الكنيسة الكاثوليكية ومؤخرا بالكتاب اللي أصدرته بكركة عن الحقيقة المحررة والجامعة، حكيوا عن هذا الموضوع، عن قصة آدم وحواء، وقال إنه هيدي قصة روحية رمزية منا حقيقية. فإذا منا حقيقية ما بنقدر نبني عليها، ما بقدر بقول، ما بنقدر ناخذها بحرفيتها. خليني جاوبك أول شيء، هيدي الكنيسة عم بتقول. خليني جاوبك أول شيء، ما باخذها بحرفيتها إنه في شخص اسمه آدم وشخص اسمه حواء، هذا المقصود. نعم. بس آدم وحواء إن الرمز لكل عائلة بشرية خلقها لكل الله، إنسان. هذا المتفقين عليه. صحيح. وهالعائلة البشرية هيدي ما رمز، لأنه في بشر على الأرض ما وجدوا بالصدفة، وجدوا نتيجة حب الله. حب الله اللي تصوره الكتاب بعناية الله فيهم، بيخلق لهم جنة عدن بكل الأشياء الحلوة اللي حطها لعجلهم من السماء من الأرض، لتسمية الحيوانات، للسلطان أعطاهم إياه من قبله، كلهم هدول نعم أعطاهم الله للإنسان. ومن ضمن هالنعم الله شاركه بحياته، لأنه الإنسان ما قطع الشركة مع الله، هذا الجوهر ما بيتغير. الإنسان برفضه لهالشركة مع الله قلب كل شيء عليه، لأنه حول كل شيء من وسيلة لينمية لوسيلة إذا بدك يستهلكه، صار إنسان استهلاكي. شيء تاني اللي عمله لما قطع حياته مع الله، ما عاد في مصدر للحياة، لأنه صار بيأكل من ثمرة الموت، سمم حياته وأدى هالشيء للموت، لأنه سمع للمجرب ودخل بأعماء الخطية، ابتدى بقائين وهابيل لطوفان نوح لسادوم وعمورة لبرج بابل لكل المصايب اللي صارت بعدها عم بتصير بكل عوامله، لأنه صار إنسان عدو الطبيعة وعدو ذاته وعدو خيه، كلهم هدول تجسدوا. من هون منشوف الإنسان صار قابل للموت. أجا المسيح اللي كل هالعوامل بتخوفك ما عادت هي النهاية. أنا ما بجي بقول اليوم لآدم حواء شخص واحد، في شخص اسمه آدم وشخص اسمه حواء، مثل ما في اليوم واحد اسمه جورج، واحد اسمه ماري، واحد اسمه جورجيت، واحد اسمه ماري تريز، كل هالأسماء. أنا أقول ماري تريز آدم يرمز إلى كل، بيرمز لكل هالعيال البشرية اللي خلقهم الله، واللي كل إنسان عايش بعلاقة الله كان قبل ما تدخل الخطية عالمنا كان أقوى من الموت. يوم اللي خلى الموت يدخل فيه، أجل المسيح ليكون العلاج لخياراتنا السيئة بخيارات صح، لظلمتنا ليدلنا على الطريق اللي ضيعناه، ليقلنا الباب الواسع اللي انتو اخترتوا بوصل لك، تفضلوا مسكوا بإيدي بس بحرية لوصلكم للسماء. طيب أبونا، لما بيقول الله بهيدا بسفر التكوين انه يوم تأكل موتا تموت، نعم. الإنسان أكل ولكنه لم يمت. إذا بتعني، خليني أحكي، إذا بتعني هون الإنسان مات بمعناه الجسد، الجسدي الإنسان طبعاً مات، لأنه صار بيموت وينطط، لهيك الكنيسة حطت الجحيم، لأنه الإنسان ما عاد التقى بالله لأجل المسيح حسب تعليم الكنيسة لفتح الجحيم. لا أجا موسى قدر يفتح بشرايعه، ولا إيليا بتسامي، ولا كل الأنبياء من آدم لحديت وحنا المعمدان كلهم حسب الإيكونات، إذا بطلع بالإيكونات الشرقية إنهم بالجحيم. ونحن لما بنعمل لطبة الهجمة لنقول المسيح اخترق الجحيم ليعطيهم الحياة اللي ناطرينا. فإذا الإنسان ما بيموت مثل الحيوان، لأنه مخلوق له روح، الله خلقه ما له مادة، فيه نسمة الحياة، ما له مادة، بس ما عاد عايش الحياة، لأنه الإنسان بدون إن لم تؤمنون بي تموتون بخطاياكم، المسيح استعمله. فإذا الإنسان ميت بخطيته، جسده انحد بالزمن، قعد بمكان ينتظر، ما عاش ملء الحياة. يسوع لما أجا أنا بدي أعيشك ملء الحياة، ملكوت الله في داخلكم، بدي أعطيك حياة أبدية ومن الموت، بدي أحول المرض والشغل اللي صار لعني لبركة، لأنه أنا رح أشتغل وبارك عملك لما أشتغل كنجار، وأنا اللي بدي باركك وأقول لك هيدي الحقيقة، ودي لك القبر ما عاد هو مدخل للنهاية، وعد مكان للانتظار صار مكان للقاء فيني. طيب أبونا، مربولوس بيقول أنه المسيح هو بكر الراقدين. صحيح. يعني بنقدر نفترض بطريقة، إذا نطلع شوي من الزمن والمكان، وكأنه المسيح جسد ومات وقام حتى قبل ما يصير عنا قصة آدم وحواء، وهو كان بكر الراقدين. بس هلأ أنت صرتي عم تحكي عن مخطط الله. الله لما خلق الإنسان، هيدا حكيناها بالمرة المرات السابقة، قلنا باللاهوت الشرقي واللاهوت الغربي نظرة للأسرار الإلهية ودورة بتاريخ الخلاص. بالنسبة لنا لعند الكنيسة الغربية، الله خلق الإنسان بيعرفه رح يخلط، ولهيك كان فداء
حاضر بفكر الله ليفتدي، من ذبيحة إبراهيم للختان لغيره. بينما قلنا باللاهوت الشرقي الله تجسد لحتى يعطي الإنسان اللي ما بيقدر يصلوا بدونه بما فيه الحياة الأبدية. لهيك صار الله إنسان ليعمل الإنسان إله. وقال الكتاب قلت أنكم آلهة. هذا اللي بدنا نرجع من هون يسوع. فإذن لما عم بيقول وقلدته السلطان على كل البشر، معناته دعا كل البشر ليشاركوا بحياة الله بيسوع المسيح. أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يمضي إلى الآب إلا بي. إلا بي. فإذا ما بقى في عندي مقاييس تاني، هون بيكفي الحياة. ورجع تابع يسوع الحياة الأبدية لجميع الذين أعطيتهم له. فإذا يسوع حدد شو هي، لشو هو سلطانه يعطي الحياة الأبدية. وهون بدي أقول لإلي أنا كخوري ولكل الخوارنة اللي بعيشوا الناس الفزع ما بعد الموت بفكرة جهنم ناطرتكم، المطهر ناطركم، ما بعرف مين ناطركم، ما بعرف أي خطية بدك تحنوا أثارها بعد 100 كذا جيل وما بعرف كذا جيل. حاجة نفزع العالم، حاجة نخوف العالم من جهنم ونخليهم يعبدوا الله عن خوف. خوف مش بمعنى المحبة، خوف بمعنى الفزع مروع جهنم. يعني يصير حب الله مش حبا بالله قد ما أني خايف من جهنم أكثر من حبي لله. أنا بدي الناس وأنت ويسوع قبل مني أساس أنا مني يحبوا الناس حبا بالله، حبا للحب. أنا ما بدي روح على السماء بكل خيرات إذا يسوع مش فيها، وأنا جهنم بكل نار ما بتخوفني إذا يسوع معي ليعزيني فيها. هي لازم نفهمها. لهيك أنا ما بدي أصوم لأنه طمعان بالسماء خوفا من جهنم. أنا بصوم لأشارك يسوع اللي صام وجوعين الماء بياكلوا. أنا ما بدي أعطي لأنه بكرة بالسماء لي فيلا، لأنه أنا ما بقدر ما أشارك العطاء مثل ما بيل بشوق شمس والصالحين والأشرار. أنا ما بقدر ما أحب لأنه جوهر الله محبة، وأنا إذا بتحس فيه بدي يصير أشبهه لحد ما لحتى أقدر يصير أقابله ما يكون فيه تناقض. صحيح. ما هذا هون أبونا عن جد اللي عم نعيشه نحن كمؤمنين، إنه مطلوب منا إنه نحبه لله. وبالوقت ذاته نحن كتير منخاف من الله، وهيدا نقص بالمحبة. فلأنه ما هو إذا منخاف ما فينا نحب. ما مشاك قال الديس وحن المحبة الكاملة تنفي الخوف. تنفي الخوف معناته هذا دليل نحن بعدنا عبيد. بعدنا عبيد ويسوع ما بريدنا عبيد. لا تخافوا. وانت بتعرفي اكثر مني انه اكثر كلمه وردت بالانجيل لا تخافوا. تخافوا على عدد ايام السنه. ايه بقول له 365 مره. مظبوط. بس ولا كل يوم بقول لنا لا تخافوا. ونحن السنه اوقات ما بتكون 365، يعني بكون في اوقات ناقصه زياده واحده، حتى اذا شيء يوم احتجنا تنتين. فاذا نحن قديش مع التاريخ. فاذا منتابع بقوله يسوع عم بقول والحياه الابديه هي ان يعرفوك. فإذا دون معرفة الله ما في حياة أبدية وما في معرفة للآب. تبي معناته يسوع ما أجا لحتى يحل محل الآب، أجا ليضوي وجه الآب فينا. يعني لما بيقول الحياة الأبدية هي أن يعرفوك، معناته لما نحن نعرف حقيقة الله إنه هي حب، من خلال نعيش الحب من خلال يسوع نقدر نوصل للحياة الأبدية. هذا المقصود. بس كيف بنشوف وجه الله؟ بمي بيسوع المسيح. من رآني رأى الآب. أنا والآب واحد. هادي لك. لهيك اليوم وجه يسوع ورجانا مفاهيم حتى الأنبياء ما ورجونا إياها. أعطيك مثل بسيط. النبي إيليا. اليوم في كثيرين بحطوا إيليا فوق المسيح. مع كل أسف بقولة. وبيصلوا للنبي إيليا كأنه عم صلوا ليسوع بنفس الصيغة. يعني يا مر الياس خلصنا يا يسوع خلصنا. كأنه صلوا مثل بعضهم. يا مر الياس حيينا يا يسوع حيينا. مع أنه مر الياس لا بيخلص ولا بيحيي بدون يسوع. يعني سواء الله. من هون بدي أقول شغلة كارثة نحن نعيشها نحن المسيحيين، إنه نحن لنعرف الله لنعرفه بيسوع المسيح، ويسوع المسيح هو وحده وجه السماء. من هون أنا إذا بدي فعلا أعرف حقيقة الله بدي أتعلم من يسوع. ويسوع كنت أقول أعطانا مفاهيم تتعكس معنا. خدي لما يسوع راح بدي يدخل مدينة السامريين ورفضوا يستقبلوا، شو قالوا له يعقوب ويوحنا؟ مندمرهم نبعث نار منحرقهم. مين عمل هالعمل قبل؟ مارلياس. نعم. شو قال لهم يسوع؟ فانطهرهم. لستم تعلمان من أي روح أنتم. هيدي مش روح الله. فإن الله لم يرسل ابنه للعالم ليدين به العالم بل يخلص به العالم. قديش في فرق بين ردات فعل نووي. بطرس حمل السيف، شو كان جواب يسوع؟ قال له من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. مع أنه هيك عمل مارياس رح حط عروس وقتل الوثنية بالسيف يؤخذ. فأنا بقدر بسأل بي بعت لي ملايكة. لهيك يسوع عم بيعلمنا بدك تعرفي الآب
تعلمي من يسوع تشبهي، كل ما شبهتي بتعرفي الآب والحياة الأبدية. إن أحبني أحد، شو بقول يسوع؟ حفظ وصايا. أبي يحبه. وعنده نأتي ونسكن ونجعل مقامنا. شوفي قديش حلو. من هنا بدي أفهم، فإذا أنت الإله الحقيقي وحدك والذي أرسلته يسوع المسيح. هل هون بيجوا بعد شهود يهوى وبعد الأخوة المش مسيحيين بيقولوا هي يسوع بقول الإله الوحيد هو الآب، معناته هو مش إله؟ بسألها سؤال، معقول أنت الإله الحقيقي وحدك، فإذا يسوع شو؟ والذي أرسلته، يعني هو مرسل الله، ما هو إله؟ لا، هون يسوع عم بيحكي كإنسان وكإله. لما حكى كإله قال بالمجد الذي كان لي عندك منذ إنشاء العالم، هنا عم بيحكي كإنسان. فإذا أنت أرسلتني أصير إنسان لأتمم مشيئتك وأرجيهم مجد الله. من هون وهيدي مشكلتنا مع أخوتنا الإسلام، إنه لما بيحكي يسوع ما بيميزوا إمتى بيحكي كإنسان بطبيعته البشرية وإمتى بيحكي كإله من طبيعته الإلهية. لهيك بيتوقفوا عند الآيات اللي بيحكي فيها كإنسان، ليقولوا إنه هو مش إله. بس الآيات اللي بتبين فيه بيساوي لله ما بيذكروها، لأنه بعده هي نحن زدناها كفر أو زاد مار بولس أو يوحنا. هيدي الكارثة. لهيك أنا قد مجدتك على الأرض، كيف مجد الله؟ إذ أتممت العمل الذي أعطيتني لأعمله. شو العمل اللي أعطاه؟ خلينا نسأل. هل كان قال له تعال روح يا ابني تدلل، روح يا ابني أنا أنت ابن الله الكل بيخدموك، بتحملك الملائكة لألا تطأ بحجر رجلك، كلهم بيمجدوك، بتعمل لك كم أجوبة بيعملوك ملك، وبترجع لعندي أسلم وحققت مشيئتي. هذا اللي عمله يسوع؟ لا، العمل يلي تممه يسوع هو عرفنا على الأب. بس شو كيف عاشوا؟ هالسؤال هيدي رسالته أن يعرفوا الأب، بس كيف عاش تتميم ولادة الأب؟ عاش بالتهجير، بالجوع، بالألم، بالاضطهاد، بالصيت السيء اللي حكيوه عليه هو مجنون، محب للعشارين، له علاقة مع المرأة الخاطئة، لو كان هذا الرجل نبي لعلم ما هي وما حالها. كيف بس يعني مشيئة الأب إنه هالقد يتعذب الابن؟ هالقد يبين حبه فوق كل نكران البشر، لأنه أنا وأنت محدودين. أنا إذا بتنيني مرة يمكن بستوعب، تاني مرة بتنيني بدي لك إهانة أكبر، بين قديشني محدود، ما قدرت تستوعبي. بس كل كمية هالإهانات والاحتكار والألم أتى إلى خاصته وخاصته لم يعرفه. وين انجرحت؟ في بيت أحبائك عند الناصرة، حاولوا كبوه على قمة الجبل، اليهود قالوا عنه مجنون وبعل زابول، اضطهدوا، شكوا فيه. صحيح، بس ما فينا نقول أبونا إنه هيدي هي مشيئة الأب. مش مشيئة الله إنه يهينوا، انتبه. في مشيئة الأب إنه يتجسد الابن. أنا ما ولكن لما تجسد هيدا تحصيل حاصل من هالإنسان يلي هالقد مليان شر. مش هي الفكرة، إنسان مش مليان شر. إنسان مليان خير بس اختار الشر، لأنه لما نقول مليان شر صار من طبيعته، لا. الإنسان مخلوق كتير حلو من الله، وراء الله الإنسان حسن جدا. بس الشر أسهل للعيش. ويسوع أجا ليرجع يقيم هالشر اللي عم نزرعه بنفوسنا وأسلوب حياة غلط. وهذا الصعب، لأنه إذا بدك العادة طبيعة تاني، تعودنا على الخطية والسهولة. أجا يسوع يقول أنتوا رح تاخذوا كل الوسائل لتدافعوا عن عاداتكم المظلمة، وأنا رح أبين حب الله اللي هو أكبر من كل ظلمة بعاداتكم. وظلمتكم وعاداتكم رح توصلني لوين؟ للصليب، لأنه نوري عم بيكشف ظلمتكم، وأنا نوري رح يضوي ظلمتكم حتى لو حاولتوا تطفوه. أنتوا أكثر شيء بتعملوا تعالونا الصليب، بتقولوا متنا وارتحنا، هو أنا بصليبي رح أرفعكم، رح تدفنوني وتقولوا سكرنا عليه بحجر، أنا رح أفتح لكم طريق للحياة لحتى ظلمة الموت ما تنتهى بالقبر، تصير هي بداية حياة أبدية. هذا اللي بدي أقوله. فإذا مش مشيئة الله يجي يسوع لو روح بدك تروح وتموت وتنسب، لا، رح تروح تورجي حبي أنا إلك وحبك لألي اللي أكبر من كل إساءات الناس اللي رح تتقدم، ورغم كل الإساءات. برافو عليكي، هذا المقياس. عشان هيك علينا هيك بالتعابير بهيك نقط مدام ماري نبين مش الله الظالم اللي بتشفع بموت ابنه، نبين الله اللي بيحبنا لبذل ابنه الوحيد. لقديش نحن كرامتنا لحتى حبنا ويبذل ابنه لأجلنا، مش لأنه ابنه قال منا حب، لأنه يورجينا حبه الأكثر شيء بيساوي وبيقدر يستوعب هالحب هو الابن أعطانا إياه لنستوعب نحن الغفران. بتابع يسوع بيقول فإذا وأعطيتني العمل لأتم العمل الذي أعطيته لي، والآن أيها الآب مجدني أنت بالمجد الذي كان لي عندك من قبل كون العالم. هون عم بيحكي كأشو؟ كإله، لأنه كإنسان ما كان يسوع موجود قبل كون العالم، موجود كالله الإبن.
لكن لا يوجد شخص اسمه يسوع المسيح قبل التجسد. بس يعني حتى الابن الاله بحاجه لتمجيد من الاب. ايه قولي لي ليش؟ لانه لما اخضع نفسه بان هو القائم في صوره الله مار بولس، شو عمل؟ اخلى ذاته اخذا. هيدي كانسان. برافو عليكي. كيف ببين مجد الله؟ بانسان صار اله، هو اله صار انسان ليبين مجد اراده الله. شوفوا الانسان بيعمل اراده الله تنكشف حياته، ويسوع بيعمل الله كشف جوهره. بس قصدي انه المسيح كاله منه بحاجه يطلب من الاب انه يمجده، اذا لانه هو يعني هو مجد إله. مثله يعني مظبوط. بس إله. هون عم بيحكي يسوع كانسان يبين مجده كاله. مين اللي بيبينه؟ طاعته للاب كانسان يلي هي خطوه لنا. انا كل ما بطيع الله، كل ما قلت انت بعده حلقات، كل ما اقتربت من الحب الحقيقي بصير اكثر حب. لما يسوع عم بيعطيني هالمسألة اللي انا اللي ماني بحاجه يصلي يسوع، عم صلي ورغم الشيء اصلي، حتشوف بحاجه كان ياكل واكل، بحاجه ينام ونام. هو اللي بحاجه يسال وين لي عذر، هو رايح يا امه. بس كل هدول يورجيني الانسان قديش ليش تشرخ يا بتي ان شئت فتزي عني هذه الكاس. هو ما غصبا عنه قبله، لي صبغة أصطبغ بها وما أشد تضايقي حتى تتم. فإذا هو مشتاق يموت لأجلنا، بس يورجينا دائما عم بيعمل كل شيء لأجل يتمجد الآب ويخلصوا البشرية، وهذا منتهى الحب. بيتابع وبيقول لقد أعلنت اسمك للناس. مجد الآب، شفتي وين المجد؟ بكل عمله بي مجد الآب. أعلنت اسمك للناس وأتصلى أبانا الذي في السماوات. قدام قبل أرياعزر قد علمت أنك سمعت لي وتسمع لي كل حين. يا أبتي مجد اسمك. دائما يطلب مجد الأب. أنتم تطلبون مجد الناس، أنا أطلب مجد الذي أرسلني. الذين أعطيتهم لي من العالم إنهم كانوا لك وأنت أعطيتهم لي. هون عم بيحكي عن التلاميذ، عن الرسل، عن الرسل، عن الرسل بالتحديد هون، لأنه بلش يحدد، لأنه هدول عندهم مهمة ليبشروا العالم كله. وبعدين من خلال هالرسل كل مسيحي حمل اسمه وقد حفظوا كلمتك. نعم. شفتي شو المقصود؟ معناته يعني اذا ما حفظ كلمه الله ما بقدر اقول انا من خاصته، لازم يكون عايش كلمته. ابونا اذا بتسمح قبل ما نتابع شرح النص نطرح للمشاهدين امكانيه الاتصال فينا. مشاهدينا اذا حبيتوا الحلقه لحد هلا وبتحبوا تكونوا عم بتشاركونا بالامور يلي وردت او باي موضوع تاني له علاقه بالكتاب المقدس، فيكم تتصلوا فينا على 01-255-500. بذكر الاشخاص اللي بيتصلوا فينا من خارج لبنان بدكم تحطوا الكود 00961-255-500. السؤال يلي كنا طرحينه بهالاسبوع عبر الفيسبوك ويلي كمان ما بعتقد اجى عليه اجوبه او يمكن اجى شي جواب بس ما انتبهت لهم صراحه، هو شو بيطلب منا يسوع لنعيش الوحده؟ كانوا سؤالين، شو بيطلب منا يسوع لحتى نعيش الوحده؟ وشو سبب عدم وجود الوحده؟ طبعا هالسؤالين بنجاوب عليهم بنهايه حلقتنا ومن بعد ما نكون خلصنا شرح إنجيل يوحنا. فإذا نحن بذكير عم نتأمل بإنجيل يوحنا الفصل 17 من الآية الأولى للآية 10، وفتحنا مجال لاتصالاتكم لتكونوا عم بتشاركونا بحلقتنا. وبانتظار الاتصالات أبونا نحن رح نتابع سوا شرح النص. كنا وصلنا للآية 6 7 لحتى مشاهدين يقدروا يلاحقونا. وهم يعلمون الآن إن كل ما أعطيته لي هو منك. لاحظي يسوع قديش عم بيستعمل صيغة الآب والابن، الآب والابن، ما لي هو لك، ما لك هو لي، لأعطيتني إياه هو منك، وأنا كدون كانوا لك وأعطيتهم لي. وكأنه يسوع عم بيحدد الله الخالق وهو مشتركين بالخالق. وهون بنرجع للقديس يوحنا بمقدمة إنجيله، شو بيقول؟ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة كان الله. كل به قوة، وبدونه لما كان شيء واحد من ما كون. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. كأنه عم بيردنا لهلأ شهد في يوحنا لقوة يسوع وعمل الله الآب من خلاله. وانتبه حتى بسفر التكوين، وقال الله ليكن، بكلمة قال الله، كلمة الله كلمة خالقة أو مخلوقة ماري. نعم.
تخلق. كلمة خالقة. تخلق، نعم. خالقة مش تخلق. إيه كلمة. خالقة. نعم. لأن انتبه إذا مخلوقة يعني كانت قبل الوقت مش موجودة. وقال بوقت ورجعت انتهت. بينما كلمة الله أزلية أبدية، لهيك الكلمة هي مين؟ يسوع المسيح. وأجل الديس وحنا قال والكلمة صار بشرا وسكن فيما بيننا. هيدي لازم نفهم. أبونا قبل ما نتابع خلينا نشوف مين معنا على الخط. سلام المسيح. سلام المسيح معكم. ومعك أم هادي. أم هادي. هي أهلا أم هادي. أهلا فيك مدام. سلام المسيح أبونا. ولك أم هادي. مرسي. جوابا أول شيء على السؤال. نعم. تبعية المسيح فقط لا غير. بس يطلب منك إذا فيك تعلي صوتك أم هادي أو خينا يعلينا يا لأنه مش بسمع أبونا. تكرم أبونا. مفروض نتبع المسيح. هيدا المطلوب. نتبع يسوع المسيح. هلأ التفسير تبع أقواله ساعة منصلي للروح القدس، الروح القدس هو اللي بيعطينا التفسير، بس شو عم بيصير؟ عم يتفسر بطريقة شخصية فردية، كل واحد حسب ما أنا بني بنسبني عم بقول يعني عم إنه بالإجمال هيك عم بيصير، مش عم نرجع والبرهان البابا بس بده ينتخبوا بابا يلجأوا للروح القدس بيصلوا له هو اللي بنقي. اوكي هذا من ناحيه. من ثاني ناحيه الوحدانيه الجامعه، بشكر الاب وبشكر ابنه ابن ابا الاب، بشكر الروح القدس كلمه واحده الشكر له على كل شيء. بعدين في من ناحيه ادم وحواء مدام وابونا في شجره الحياه شجره معرفه الخير والشر، كان الرب قايل لهم لادم وحواء انه لادم قال له تاكل من كل شجرة الهاية من عدا شجرة واحدة. مرته مثل هالقصة بنعرفها انه غويت من الحية واكلت من شجرة معرفة الخير والشر وقالت له اعطيته لآدم. طيب هيدي شجرة الحية لو ضل ياكل منها الانسان منعه الرب ياكل منها لانه خطي. بينما برؤية مار يوحنا اصحاح 22 اوكي شاهد محطوطة انه شجرة الحياة ربي ولا ايه واحد اثنين هناك وفي وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة. شجرة الحياة موجودة يعني مشان هيك وقت ادم وحواء خطيوا بطلوا ياكلوا من شجرة الحياة، كان في شجرة حياة معرفة الخير والشر، وشجرة الحياة بالأبدية موجودة لهيدا، وهذا كل اللي عندي. تسلمي أنا بدي أشكرك من هذه بس بدي بشكرك من كل قلبي لاتصالك. ميرسي ميرسي أبو. لوقت ما يكون في اتصال تاني بس نعم في اتصال في اتصال. نعم. سلام المسيح. ألو اتصال جديد سلام المسيح. ألو. ألو نعم. سلام المسيح معك بليز بتوطي صوت التلفزيون من عندك ايه واسمعينا من أبراي التليفون لحظة بس نعم تفضلي مساء الخير أهلا مساء النور معك شفيقة يا أهلا شفيقة اشتقت لكم ونحن كمان بتديني الجمعة الماضي بكيت لأنه ما حضرت الحلقة نسيت وهيك راحت معي لأني وهلا كمان كنت نسياني أنا بنسى كبير مش صغيري أنا نعم عرفتي وهلا كله بلشي بس ذكرت فجأة نشكر الله نخري برامج نعم هلا هي الحلقة فيك ترجعي تحضريها إنه بتكون على الفيسبوك وبترجع بتنعاد نهار السبت الساعة 1:30 وبترجع بتحضرها على اليوتيوب بس ما فيك تشاركي معنا أوكي نعم تفضلي بدي لك شغله انه انا ما بقشع ولا عندي فيسبوك ولا بعرف بالفيسبوك ولا بقشع يا شو مرتاحه حتى الانجيل عشان هيك انا بركض على الحلقات كرمال تسمع نعم انا على السمع ويعني وقد ما بقدر بفهم بقدر جاوب نعم مش انه فاتحه الانجيل او فيني يا ريت في انجيل لإلي يا ريت بس ما فيني نعم على كل حال بالنسبة للسؤال اللي كنتي عم تقولي ذكريني بليز السؤال كان شو بيطلب منا يسوع لنعيش الوحدة وشو سبب عدم وجود الوحدة المحبة أنا بقول بيطلب منا المحبة أحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم نو صحيح تماما وكمان التسامح
كمان انه الواحد يقدر يسامح الثاني. نعم. ومثل ما قالت اختنا اللي كانت ام هادي, انه لازم نطلب دائما الهامات الروح القدس. نعم. بصلاتنا. وقد ما فينا نكون منسجمين بالصلاة, يعني تفكيرنا يكون مركز, عم نحكي مع الله, نحن عظمته وعظمة ربنا عم نحكي معه, نحس بالخشوع بالرهبة بال... هيك هيك أنا بقول. نعم شفيق. شو أبونا, مساء الخير أبونا. مساء النور يا شفيق, أو خلينا إياك يطول عمرك وذكرنا بصلاتك أبونا, وذكر لي العائلة الله يخليكي. ميرسي, خلي لنا اياك. نعم. ميرسي ابونا, ميرسي اليك. ميرسي اب, ميرسي على اتصالك, خلي لنا محبتك, شكرا كثير. ناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. سلام المسيح معك مدام ماريا. ومعك معك ناديا. لما بردني الابونا قوي ما بعرف. تفضلي ناديا. ابونا شاطر, ابونا شاطر بكل شيء ما شاء الله. صحيح مدام ماريا. حتى نعيش الوحده. نعم, لازم نعرف الله. وشو نعرف الله؟ من خلال يسوع, لأن يسوع والله هو واحد. نعم. نعرفهم رح المفروض نعمل بمشيئتهم. حتى من نعمل بمشيئتهم رح يتمجد يسوع فينا. يسوع وحده هو اللي يمجد الأب. وإذا في عدم, إذا ما رح نعيش الوحدة بسبب رح نعمل بمشيئتنا, ورح ندور على المجد الدنيوي, رح نطلب المجد الدنيوي مو المجد يسوع فينا. وميرسي إليك. مرسي كتير شفيقة. نادية. شكرا على نادية. بس صحيح تصحيح صغير, بيقولوا بمشيئة الآب أو الإبن أو الروح, لأنه مشيئة الله هي مشيئة واحدة عند الآب والإبن والروح. بينما نقول مرة وجوزها اثنيناتهم متفقين بالإرادة, بينما يسوع الآب والآب والروح القدس هي مشيئة واحدة خلاص الإنسان. نعم نعم. فإذن نشكر نادية على اتصالها, وبذكر المشاهدين أنه بعدنا عم نتلقى اتصالاتكم على 01-255-500. السؤال المطروح, شو بيطلب منا يسوع لنعيش الوحدة, وشو سبب عدم وجود الوحدة؟ إذا بتحبوا تجيبوا على هالأسئلة أو تطرحوا أي سؤال تاني على أبونا, فيكم تتصلوا فينا على 01-255-500. أبونا, نحن كمان رح نكون عم نتابع هالناس. خليني بس أرجع للفكرة اللي طرحتها. نعم. مهادي. نعم. فكرة شجرة الحياة بجنة عدن وبأورشليم الجديدة بالرؤية بوسط الجنة, ومن ثمارة بيعيش والنهر وغيره. أول شيء مثل ما كنت بحكي معك من شوي بالنسبة لآدم وحواء, بدنا نعرف أنه الإنسان ملء حياته بالله, وبدون الله ما في حياة. وهالشجرة المرموز لها هي العيش بحسب نور الله وتعليمه. كل ما تغذيت منه أنا بعيش, كل ما بحيا بكلامه بعيش. من آمن بي وبكلامي انتقل من الموت إلى الحياة. بينما شجرة معرفة الخير والشر هي شطر الشجرة اللي بترمز للإنسان يحدد هو وين الصح وين الغلط. وهيدي كارثة. لأنه أنا كارثة؟ أنا بقول لك ليش كارثة, لأنه إذا بحب إنسان مهما غلط بقول عم بيعمل صح بري, وإذا بكره إنسان لو قديس نزل من السماء بعمله شيطان, لأنه ما بتبع مع هواي ومع أميالي. لأنه أنا بحكم دايما حسب المنظور, حسب أميالي, حسب شعوري, حسب أحاسيسي, وهدول كله مش مقياس. يعني الإنسان هو بحد ذاته ما بيقدر يحدد الخير من الشر. برافو عليك. بده مرجع, بده مرجع. المرجع هو يسوع, هو يسوع المسيح. بلي هذا أبيض وهيدا أسود. يعني اليوم إذا أنا بجي بقول, حتى قال باسكال الفيلسوف, قال الحقيقة ما قبل جبال البيريني هي غلط ما بعد جبال البيريني. اللي صح بفرنسا غلط بإسبانيا. نعم. والعكس صحيح. فإذا الإنسان ما بده يكون هو المقياس ليقول وين صار. تصوري قاضي إذا ابنه سرق رغيف خبز, وإذا قاضي عادل شو بحكم عليه؟ بالموت. بقول هذا حرام يشوه اسمي نسبة لكل شيء عنده, ليش يسرق رغيف؟ بينما إذا قاضي تاني بيحب ابنه أكثر من كل الأواني بقول يقبرني سرق رغيف محرزة حبسه عليه ونعمل له جرصة, يعني ما أنا محرزة. فإذا كل واحد عنده مقياس. نحن مع الله شجرة المعرفة بترمز, كل ما بتعد عن الله انت لك تقول وين الصح والغلط. وهذا اللي عمله الشيطان, يوم بتاكلوا بتصيروا مثل الله, بتعرفوا الصح والغلط. اكلوا عرفوا الغلط بس ابتعدوا عن الصح, وبلشوا يتروح البشرية للظلمة, وشفنا وين صرنا. بينما شجرة الحياة هي المسيح. انا الكرمة اللي بيشرب من ثمرة شو بعمل؟ بعيش للأبد. لثبتتم فيها تعطوا ثمار, وما بتبسوا ولا بتقطع ولا بتجف ولا بتلقوا بالنار. ف
فإذا نحن شجرة الحياة الموجودة بوسط أورشليم هي رمز للمسيح اللي هو محور كل حياة وخلاص بالأرض أو بالسماء. النهر هو رمز لتعاليمه من آمن وللروح القدس، من آمن به فستجري من جوفه أنهار وماء حي، علامة عن الروح القدس. للمسيح اللي انغرس بالبشرية بفضل الروح القدس وحشاء أمنا مريم هو ذات شجرة الحياة. من يأكل مني ما بيموت، من يأكل جسدي واشرب دمي انتقل من الموت إلى الحياة. أبائكم أكلوا المنة في البرية وماتوا، لا تعملوا للقوت الفاني بل للقوت الباقي للحياة الأبدية. فإذا هذا لازم نفهمه بالنسبة لهالمقطع من الكتاب المقدس. منتابعه في اتصال، رح ناخذ اتصال. ألو، سلام المسيح. سلام المسيح، معك مين معنا؟ معك تقلا. بليز بدي كنت أسأل الأبونا عن تفسير إنجيل. نعم تفضلي تقلا. بدي أسأل عن تفسير أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر ديار عبوديتك، لا يكن لك آلهة أخرى سواي، لا تنحت لك تمثالا ولا تصنع لك صورة، ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت. هيدا الخروج. أنا كنت بدي أسأل بس عن هيدا الموضوع. خليني جاوبك تعالى. نعم. أول شغلة، نحن لما اليوم ما بنصنع لا تماثيل ولا منحوت، لما بنعمل بنكرم الرب وبنكرم للديسين. لما ربنا أعطى الوصية ما كانت جسد واحد وما كان له صورة، ولما حاولوا يعملوا صورة للرب عمل مثل ما عمل هارون، عمل عجل وطلب من الشعب يعبدوا، لهيك نزل موسى حطمه. وبعد ما حطمه والشعب كان بده شيء يرمز لوجود الله، بنعرف انه موسى طلع على الجبل وصلى، والله قال له اصنع على المثل الذي رايت، واجا وعمل تابوت العهد. وتابوت العهد اللي عمله كان فيه شخصين ملاكين مظللين التابوت، وكان فيه لوحين الوصايا رجع لسفر الخروج، وفيه بالوقت ذاته جرة المن، وفيه عصاية هارون اللي فرخت علامة لاختياره للسلك الكهنوتي. وكان موسى يركع ينحني على الأرض هو وهارون قدام التابوت، وما كان حدا يحمله إلا اللاويين. وكان التابوت لما يمشي الله أمامهم بنهار بعمود غمام، وبالليل يصير وراهم قدامهم بعمود نور ويضوي لهم لتاني جهة. وتحاول الفراعنة يوصلوا، كان مظلم، وكان فيه عبر النهر لأردن وأسقطوا أسوار مدينة أريحة. إذا الله ذاته بيّن صورة ملاكين قال لهم على المثال اللي رأيتم، تجي بتحاسبيه الكنيسة وحقك تسألي. لما بتحط شخص ليسوع يلي هو صار إنسان وصار صورته بكل إنسان لما قال عن حاله أنا ابن البشر، واللي ظهر بعد القيامة بعدة أشكال للرسل، ولما المجدلية فكرته بستاني، تلميذين عماوس فكروا مسافر، الرسل هو على البحر لما سألهم ما عرفوا بطرس إلا لما قالوا بيوحنا هيدا الرب وكب حاله بالمي. ليش بدنا نستغرب؟ وبدي استغرب انا لما بكرم العذراء وبعمل لها ايقونه او شخص، والعذراء هي هيكل للروح القدس، حملت الله بجسده وصارت اهم بكثير من تابوت العهد اللي فيه لوحين وصايا وفيه جره من، او انا بجيب عاتبيني اذا بكرم القديسين اللي صاروا هياكل للروح القدس. والله بين عجائبهم، ساعه كانوا ياخذوا من القديس بولس شوية قماش ويشفوا المرضى، وظلوا لبطرس كان يشفي المرضى، ساعه هن كلهم انا بكرم جسد سكنوا الله. والكتاب بيقول لأنك لن تدع قدوسك يرى فساد. هي لازم نفهمها. اليوم ما بتجي بتاخذي لي سفرة الخروج أو تسنية الاشتراع اللي انحكى من الماضي وتقولي لي جاي أنت الكنيسة عم تعمل هيك. الكنيسة عم تكبر مع يسوع، ويسوع صار إنسان، يسوع صار صورة، الله صار له وجه بيسوع المسيح. من رآني رأى الآب، ولا يسوع ما كان قبل يعطي وجهه لصورته لملك أبجر، ولا قبل نكرم الصليب يلي انصلب عليه، ولا قبل نكرم المزود اللي ولد عليه، ولا نتقدس بماء الأردن اللي تعمد فيها، ولا نبارك العمل اللي اشتغل فيه، ولا نبارك الخبزات اللي هو قدسها، ولا نقبل بالقربان يكون صورة لحضور الله بسر الأفخارستية لولا هو ما كرسه. بتمنى انت وكل اللي بيسألوا هالأسئلة يكون من خلال هالجواب السريع. أنا عم بسأل لأني أنا محتارة ومشان أسأل أنه طلعتي عم لا ما عندي مشكلة، بس هلا يعني وصل الجواب. ايه وصلني جواب، يعني انا ما عندي مشكله يكون ببيتي في هول ولا ما يكون عندك مشكله وبيجي الكنيسه بتكرس لك ياهن، وانا بدي ادخل على الكنيسه الاقي كل صور اخوتي واخواتي واشخاصهم، والا للقديسه ريتا اللي بكره عيدها الله معك يا اختي بالرب، علميني اصبر مثل ما انت صبرتي على جوزك على صعوبات الحياه. بدي طلع بمار بولس قال له علمني حب يسوع مثل ما انت حبيته وعشت فيه اللي انا عايش فيه. بدي طلع بالعذراء قال له علميني اتامل بالكلمه واعيشها مثل ما انت عشتيها للرب.
بدي اتعلم بيسوع اللي صار انسان، علمني انت الاله اللي صرت انسان لاجلي، كيف انا الانسان بصير بشبهك لاصير اوصل لعندك. وصلك جواب؟ اوصل الجواب. ميرسي ابونا، تكرم عيونك تقلى. ميرسي كثير على سوري تقلى اذا انفعلت عليك. اهلا وسهلا فيك تقلى، وسؤالك كثير مهم. وبناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. المسيح قام. حقا قام. سلام المسيح معكم. اهلا الي. يسوع وقت تلاميذه صاروا يسألوا من هو الأعظم فيكم، أخذ طفل قال له لا يقبل طفل مثل هذا ما قبلني، وليقبل طفل قبلني وقبل الذي أرسلني. نعم. إنه الخلاف بدنا نرجع للأطفال، يعني كالعلاقة كل واحد منا بيرجع طفل بإيمانه، ونرجع للفقر الروحي تنقدر على القليل نقبل الآخر، لأنه بعرف قديش أنا ضعيف بقبل آخر. بالنسبة للولاية ما في وحدة، في مثل حدا عطاه انه في مدينة كلهم عندهم كروم عنب، واخر الموسم كلهم بيعصروا عنب وبيعملوا مبيد. نعم. بيجتمعوا اخر السنة عاملين عندهم خزان كبير، بيعملوا احتفال كبير مع بعضهم تينبسطوا مع بعضهم، ويحطوا كل واحد مطلوب منه يجيب قنينة مبيد يفضيها بالخزان كل عائلة، بيطلعوا على درج بفضوا القنينة بهالخزان. في واحد فقير ما عنده لا ارض لا عنب ولا عنده شيء، قال انا ليش بدي اروح؟ عم بعبي قنية مي ما حدا رح ينتبه. بعبي قنية مي وطلع فضيها ما حدا انتبه له. وقت بده يبلشوا بالاحتفال فتحوا الحنفيه نزل مي بدون كلهم حاطين مي. كلهم حاطين مي، كلهم قالوا ما حدا رح يعرف. وقفت علي؟ ما حدا منا بده، كلنا بدنا الوحده بس ما بنبلش من الزيت. صحيح. ميرسي يا الي. شكرا الي على مشاركتك. بناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. سلام المسيح بقلبكم وبقلبك. مين معنا؟ كيفك مدام؟ كيف ما كي انا ليلى. كيفك مدام؟ إيه اهلا ليلى. اهلا يا ليلى من الامارات عم تحكي. اهلا يا ابونا، كيفك ابونا؟ نشكر الرب يا ليلى، اهلا وسهلا فيك. بس اذا بعلينا الصوت شوي. السؤال اللي بيقول ماذا يطلب المسيح منا لنعيش الوحده؟ اكيد بيطلب منا المحبه، هاي وحده. اثنين، ما سبب عدم وجود الوحدة؟ هلا أنا بدي أسأل هون سؤال واحد. نعم. أنا بس دائما بسأل وبنزلوا على البيج مسيحيون لمسيح واحد. هلا هل المسيح انقسم؟ مسيحنا انقسم؟ نعم. إذا هو ما بينقسم بس نحن عم نقسمه. نحن عم نقسمه يا ليلى، هو ما بينقسم. قطع الاتصال مع ليلى. سوري ليلى انقطع الخط. نعم. إذا قدرت ترجعي اطلبينا من جديد. نعم. فإذا بنشكر ليلى على اتصالها وبنعتذر إنه الاتصال انقطع، ناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. سلام المسيح والمحبة معكم. أهلا مخلص. يا ربيكي ست ماري، وأهلا بابونا. يخلي لي إياك يا مخلص. تفضل. الله يخليك. أبونا بالنسبة إلى الجواب. نعم. أنه إحنا أهم شيء مثل ما قالت المرأة أنه المحبة هي الأساس، وكذلك فقدان أن نفقد الشيطان من بيناتنا. أخذ عم يسرح ويمرح بيناتنا. لكن هنا أريد أعلق أبونا على الوحدة أو الاتحاد. نعم. إحنا هون دخلنا بالمنظور اللاهوتي. نعم. لكن المنظور العملي، أين هو الاتحاد بين رؤساء الطوائف المسيحية الشرقية؟ نعم. اللي احنا دائما نحكي عليها، أين هي المحبة اللي احنا نريد نتعلمها؟ نعم. ماكو هذه. بعدين الكنيسة أصبحت مجرد بيعملوا لاهوت وتثبيت لاهوت، والعمل المسيحي الحقيقي ما موجود. نعم. لذلك أبونا أنه أنا يعني من كنا صغار كانوا يقولون فلسطين راح تتحرر، وليها سما تحررت. نعم. ونفس الوقت الكنيسة ما اتحدت، كنا نروح صلوات من احنا صغار، هاي أسبوع الصلاة من أجل الوحدة. زين وين صارت هاي الصلاة؟ هل تبقى موجودة عندنا نحطها بالخزانة؟ نستعمل سن البعض. المفروض انه مثل ما تقول ان نتحد ويا يسوع ونعيش هاي المحبه المطلقه بيناتنا.
أمين. حتى نعيش لازم تكون المحبة فيها طريقنا أبونا. أكيد. أنا بشكرك يا مخلص. شكرا أبونا. شكرا. طول لي عمرك يا مخلص. شكرا على اتصالك. شكرا وسلام لك ولنادي. نعم. وبناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. سلام المسيح معكم. ومعك مين معنا؟ أبو جورج من الشام. أهلين خينا أبو جورج، تفضل. الله يخليك ويخلينا أبونا. خليك يا أبونا. الحقيقة يا أبونا هذا سؤال، هو المعضلة الكبيرة بالمسيحية ونفس الوقت الحل الأمثل لأنه يكون الإنسان مسيحي. رح بلش أنا بالجواب على السؤال الثاني، ليش ما في وحدة؟ ليش ما في وحدة؟ لأنه ما في محبة للأسف. يعني هذا جواب مؤلم وحاد لكنه الحقيقة. نعم. وكيف بتكون الوحدة؟ طبعا كيف بتكون الوحدة؟ بتكون عن طريق المحبة. وبما أنه أنا في عندي عدة تجارب أو عدة ناس بعرفهم، في ناس المحبة عندهم منتشرة بشكل مثالي بس ما قدروا يضاينوا لفترة معينة لأنه عم يطلعوا من دايما يولد الكراهية فيهم قد ما كانوا أنهم قريبين جدا من الكنيسة. والعكس صحيح، حتى لو مجموعة كبيرة بتحب بعضها وتمشي مع بعضها بس رح يكون هالشيء مؤقت لأنه دايما دايما تطلع عراقيل. فقصة أنه المحبة تكون هي حل الوحدة هي أي يعني طبعا هذا الطريق الصحيح الوحيد، بس للأسف الطريق الصحيح الوحيد كما الواقعي بهذا العالم انه ما في محبة إلا إذا كلنا نحن عم نحب الله، وأكيد في كتير كتير بيحبوا الله وهو محبته الأولى لازم تكون قبل الأخ والأخت والمرأة والزوج والابن إلى آخره، فوقتها بتتحقق المحبة. أمين. أمين يا أبو جورج. بس بقال بصير بيخاف الواحد هون شوي انه بحب الله، انا شلون ممكن هذا اخي يكرهني؟ مو اخي، اي انسان يعني ممكن تعمل معه. صحيح. وهي المحبة لازم تكون بدون خوف، فهون في معضلة يعني حابين نحلها لانه وقتها بتنتشر المسيحية انتشار ابدا زيت على وجه المي يعني بشكل رائع جدا. شكرا. بس شكرا يا ابو جورج. قدرت تتحلى ابونا تعطي حل. هلا رح جاوبك عليه باخر الحلقه ابو جورج، وانا بشكرك. نعم. من كل قلبي. شكرا كثير ابو جورج على اتصالك. الله يبارك. شكرا لك. وبناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. سلام المسيح، وانا رجعت لكم مره ثانيه لان الخط انقطع. ويا ليلى يا اهلا. ايه يا حبيبتي. نعم. انت يا قلبي. صحيح. انا سالت سؤال قلت هل المسيح انا انقسم؟ لا، ابونا جاوب قال نحن قسمناه. طب ليه قسمناه؟ ليه يعني نحن قسمناه؟ بدي افهم ليه نحن منعيد الميلاد مرتين؟ ليه نحن منعيد القيامة مرتين؟ ناس بيولد المسيح عنا بيولد عندهم بعدين هون المسيح بيموت بيقوم من بين الاموات هون بيرجع بيدفنوه مرة تانية، ما بيسوى هيدا الحكي. ربنا اسس كنيسة وحدة، صارت كنايس، صارت طوائف، كل واحد أخذ له قديس وعمل له ملي وعمل له ما بعرف شو طايفي. ما بيسوى هيك، لازم يوحدونا. هيدا اللي أنا عم أقوله. مسيحنا واحد وبدنا نعيش سوا، وبدهم يقعدوا يتفاهموا بيناتهم ويشوفوا شو بدهم يعملوا. أمين. أمين يا ليلى. الله يسمع منك. مضبوط يا أبونا. نعم. أنا ماني طايقة هذا الوضع. نحن أربع بنات، ثلاثة منعيد سوا ووحدة بتعيد لحالها. ليه؟ لأنه جوزها أرثوذكس. خلينا نصلي. يعني كلنا بنتألم لهالواقع ليلى، كلنا بنتألم. يعني بنتألم. على كل حال مسيكم بالخير، اشتقت لكم. انت بخير ونحن كمان اشتقنا لك. الله يحميك ويبارك عيلتك. نعم. ابونا بتحب تعلق شوي على هي. الاتصالات أكيد. بطريقه سريعه. اكيد بدي اعلق اللي قاله الي بالنسبه. نعم. وزيد عليه. يسوع بيقول اشكرك يا ابتي رب السماء والارض. اخفيت ذلك عن الحكماء وكشفته للاطفال. نعم. فإذا معرفة الله مثل ما قال إلي معه حق نرجع للطفولة والبراءة بالتعامل مع الله، ونرجع فعلا مثل ما أبو خينا مخلص وحكت أختنا ليلى وحكت نادية وكل اللي اتصلوا في غياب للمحبة. ليش غايب المحبة؟ أنا بقول لا في محبة، بس أنا بقول لك هلا كيف عم نستعمل، مش رح أجاوب هلا، رح أتركها للجواب
بآخر الحلقة لحتى نكون عم نعطي جواب للسؤالين اللي اقترحناهم بالأسبوع الماضي. نعم. كمان على الفيسبوك في سنة سالم كمان قالت المحبة هو الجواب، بتقول إنه للأسف ما في أبدا محبة. صحيح. بس أنا أقول في محبة بس أنا بقولك وين؟ نعم. ما بنقدر وما فيش معبلة. في محبة بقولك كيف صايرة؟ محبة الذات. يعني بلشت تقربي بس أنا بقولك. يا لا بنتركها لآخر الحلقة. لآخر الحلقة. نعم. إذا حبيتي رح أرجع كفي بالآية 8 ليكون في اتصال. نعم أبونا. بالآية 8 إن الكلام الذي أعطيته لي قد أعطيتهم له وهم قبيلوا. وانتبه كلمة قبيلوا وين وردت إذا بتتذكري معي يا ماري؟ بمقدمة إنجيل يوحنا. أما الذين قبيلوا فقد أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد أبناء الله. شو كيف ميزهم عن الباقي العالم اللي قال هلا بده يقول أنا أصلي لهم مش أصلي للعالم؟ الذين لم يولدوا لا من مشيئة رجل ولا من لحم ولا من دم لكن من الله ولدوا. شوف الفرق. يعني لهيك الإنجيل ما بقدر أفهمه جزء هون جزء هون، بدي أربطه بواحدة لأنه كلام يسوع كلام واحد مترابط. فإذا هدول اللي أعطيتهم لي أنا أبصلي لهم، هدول ولدوا منك مش ولدوا من لحم ودم، وولادتهم من الله يقبولهم لألي لوصلهم لألك. فإذا أنا ما بقدر أقول أنا أعطيت الحياة الأبدية لأنه ولدت من أم فلان. في كثيرين بيقولوا لي أنا بعرف كثيرين بلبنان حياتهم كليا ما بدي دين الله الديان، ما بتتناسب مع العيلة اللي بنتموا لها واللي بيقولوا انا بقرب للقديس شربيل وبكون هو بردون التعبير اكبر واحد بيكذب. كيف انت بتقول يعني مفتخر انا من عيلة القديس شربيل وانت عامل سبعة وزمتها؟ انا بدي اقول في شيء ابشع، كيف كل ما سيع بقول انا ابن الله وبيعمل اعمال ما لها علاقة بالله؟ من كان من الله عمل اعمال الله. نعم. نحن ما بنعمل اعمال الله، نحن من الله. بيكفينا نقول انا بين ابراهيم ما يسوع شو قال لا تنغشوا تقولوا كن أولاد إبراهيم، الله قادر أن يقيم من هذا الحجارة أولاد لإبراهيم. هاي المشكلة. فإذا طيب أبونا يعني الولادة من الله هل هي هبة مجانية من الله أو هي اختيار شخصي من الإنسان؟ اثنين سوا. الله بيهب كل الناس يصير أولاده ماري، ما بيستثني حدا. شمسه بتشرق على الصالحين والأشرار. الفلاح الأبدي زرع حبه بكل الأراضي، الحب ذاته بس ما كل الأراضي أعطت نفس الثمر. نعم. الأرض اللي فيها حجر ما أعطت مثل الأرض الشوك، الأرض الترابة قليل ما أعطت مثل الترابة جيد، الأرض اللي أجت طيور السماء أكلتها مش مثل باقي الأرض. لهيك كلمة الله نعمته ومواهبه للكل بس استثماره هو علينا. لهيك قال مربولوس إني قد تعبت أكثر من الكل ونعمة الله لم تكن في باطلة. فإذن نعم يعني سؤالي أبونا بس لحتى توضح شو الفكرة، نحن بنعمل حالنا أبناء الله إذا قبلنا أو نحن بالأساس أبناء الله؟ نحن بالأساس، نحن بالأساس نحن بالأساس أبناء الله، بس ما بنظهر هالبنوة سبب لمجد الله إلا من خلال حياتنا وأعمالنا. ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماء. ما مجدتيك بتعرف. نعطيكي مثل، جيبيلي قطعة ذهب أنا ماني صايغ. نعم. وغطيها بالوحل وبالتراب وبكل شيء المعتره وليلي خدها بالكبيه هي ما قرفش بدي فيها. بس يوم اللي بتنطفيها وبتصيغيها وبتقدمي لي اياها بنحني بالك ميرسي لشو كتري انا ما بستاهل الهديه. مع انه هي ذاتها بس بالاولى اعطيتيني اياها بشكل ما شغل عليا بالتاني شغلتي عليا. طيب ابونا في فكر بالكنيسه سمعت يعني احد الاشخاص مره عم بيقول انه الانسان او نحن كلنا خلائق الله وليس أبناء الله، صحيحة هيدي المقولة؟ خلينا نحدد. أنا إذا بدنا نحكي أنا أنا ماني ابن الله مثل يسوع مساوي له بالجوهر، أنا مخلوق من الله، خلق لي روحي وأمي وبي عطوني الجسد، لكن لما بقبل الله أنا برتفع لأشبه يسوع المسيح، الروح يصرخ مع أرواحكم أبا أيها الآب. يعني أنا بدي ارتفع لأقبل الله. برافو عليك. ساعتها بصير ابن لله. صحيح. لهيك قلنا لهيك بيقول القديس بولس بعدنا معه بيقول فلست بعد أنت عبدا بل أنت وارث لله بيسوع المسيح. يعني اللي ما بيقبلوا يسوع المسيح ما بيكونوا أبناء لله؟ بيكونوا أبناء بس ما عايشين بنوته، عايشين على مستوى خليقة بس ما عرفوا قيمة بنوته. مثل ما أعطيتك مثل الذهب، اليوم اذا بنتك ما عرفت انت، هلا في فرق اذا انا بعرف انه تعيش البنوه او اذا انا اساسا خلقني انتبه. ابن له. الابن الضال هو ابن لبيه حتى هو خاطئ. بس يوم اللي فقد جوهر بنوته لما فقد هويته لهيك رجع عم بيطلب يكون شو اجير عند بيه. ما عاد ابن، قال له انا اجير، قال له لا انت ابني. الخطيه ما بعدت عنك الصوره، شوهتها.
ونحن البشر ما عرفوا بنوة الله بالروح القدس إن بعدون أبناء اللحم والدم، أبناء الجسد. ويسوع مولود الجسد جسد ومولود الروح روح. بعد ما أعطوا الإيميل الروح. فإذا شفتي وين المقياس، هل اليوم إذا أنا ما بعرف أمي وبي بطل ابنه؟ لا. بس إذا أنا يوم اللي بعرفهم وبعلن هالبنوة مبين ابن مين، بفتخر بحالي. لهيك بتقبلي لولد مولادك ما يكون له تذكرة؟ لا أكيد لا. ليش؟ إذا ما له تذكرة شو بيفرق؟ شو بتغير؟ لا ما لأنه هو من لتسهيل الحياة يعني إيميلي هويته إذا. يعني لينعرف. برافو عليك يعني. بس إذا بلا هوية بطل ابنك؟ لا أكيد بضل ابني. ما يوم اللي بيولد بعد ما كنت سجلتي بعده ابنك. أكيد. بس بالنسبة للناس ابن مين هيدا؟ وأنا كيف بدي أبين منوة الله بدون ما أنتمي للهوية اللي بتبين حياته فيه؟ بس بالنسبة لله أنا ابنه. كل الأحوال. كل البشر أولاد الله، لكن يسوع صار ابن البشر ليجعل كل البشر ابناء الله. بس ما بتبين هالبنوة إلا من خلال الانتماء إلى يسوع. لانتبه. فإذا وآمنوا، فإذا بيقول وعلموا يقينا إني منك خرج. علموا يقينا، يقين يعني الإيمان. آمنوا، بدون إيمان ما في معرفة. خرجت وآمنوا أنك أنت أرسلتني. المشكلة كلها أنه نصدق يسوع هو من الله مرسل كأبن الله، فلأجلهم أنا أصلي. هون يسوع عم صلي كإله أو كإنسان، بقول لأجلهم أقدس ذاتي رح يقولها بعدين. فإذا يسوع عم صلي كإنسان لأجلنا لنشبهه كالله. وإذا الله إلا المتجسد عم بيصلي، نحن فينا نعيش بلا صلاة؟ أكيد لا. الصلاة هي الصلة مع الله، تنغذي روحنا. لا يسوع قضى ليالي بالصلاة قبل كل عمل يصلي. نحن قديش منصلي؟ أنا بقلك إمتى منصلي؟ بس يكون بدنا شيء من الله. بس تصيبنا مصيبة منصلي، بس نجوع منصلي، بس نمرض منصلي، بس عنا شيء مشكلة منصلي، بس خايفين من مرض منصلي، بس تصيبنا مرض منصلي، بس يكون في ميت منصلي له. هذا نحن نفتكر بالصلاة. وباقي الاحتفالات حتى الجنازة ما عادت صلاة اليوم. خذي اليوم العمادة صارت حفلة بروتوكولية للغدا اللي بعده ولنوع الهدايا، والفستان أو الطعم اللي بده يلبسه الطفل اللي بده يتعمد أو الطفلة. خدي إذا بدك رتبة الكليب صار بروتوكول. الأول أربانة صارت حفلة وشبين وعراب، ما بعرف شو دورهم. أنا الخوري بتساءل لأنه دي يعلموه، ما هنن بدهم مين يعلمون، بس ولا يلزم يلبس طام وجرافات ويمشي معه. إنه كل هالأمور. خدي العرس صار حفلة الكوكتيل والسهر، بيجوا على الكنيسة هي محطة بين الاثنين. خدي حتى الجناس صار وجاهة نوع التابوت، كم مطران منعزم، كم خوري لنصفهم حواليه بشان الفيديو والصور والتلفزيون إذا مهم يبين شو بيقدموا بأخره كل هالأشخاص. إذا أنا ماني عايش حياة الله، دي سأل السؤال، إذا كان في بترك ومية مطران بجنازتي وأنا كنت أسوأ الناس، رح يطالعوني السماء؟ رح يقدموا لي أخره. إذا جنزني خوري وأنا فاضل ما بصل على السماء؟ إذا عمدني خوري أو عمدني مطران، معمودية المطران فيها ريشة أكثر من معمودية خوري أو وجاهة أكثر؟ ايه هي للوجهة. ما هذا عم جاوبك اياه، معناتها نحن اليوم ما عاد عم نؤمن بيسوع كيسوع، عاد ما عم نؤمن بالبروتوكول او اللي بيجينا من يسوع. لك انا رحت صليت اليوم بالكنيسة بالجمعة العظيم، شوف الناس ليش؟ لانه المطران احتفل والتلفزيونات عم تصور والمحطات عم تصور. هيدي العظمة. شفتي وين الفكرة؟ نحن معترين. مين من بيرتجي ليسوع حبا بيسوع؟ لهيك نحن ضيعنا ما هو المهم. بل لاجلهم بيقول يسوع اصلي. لك يسوع بدنا نصلي لنصلي، لأن الصلاة مثل ما قلت هي علاقة مع الله عميقة. لا أصلي لأجل العالم. هل يسوع عم بيرفض الصلاة هو اللي بيشرق شمسه على الكل؟ لا. بس أقول يسوع هون أنتوا اللي عندكم دور قيادي عم برجع صلاتي لكم، لأن إذا أنتوا ما صرتوا نور العالم رح يعيش بالظلمة. إذا ما صرتوا رسل العالم رح يضيع حقيقة الله. إذا ما صرتوا قديسين رح تضيع القداسة. وإذا أنتوا ما آمنتوا رح تخرب الأرض. بتعرفي هالشيء؟ إذا بروح المؤمن تخرب الأرض. وبقولها يسوع مش أبونا بولس، بقول ولكثرة الاسم تبرد المحبة من قلوب كثيرة. وإذا جاء ابن الإنسان فهل يجد الإيمان على الأرض؟ تصور شو مؤمن. شو قال له الله لإبراهيم لما كان يقول له بتحرق مدينة؟ قال له لو فيها 50 ما بحرق. شوفوا المؤمنين، لازم المسيحيين اللي بيصلوا وعايشين فعلا حياتهم مع الله نحن نشكر الله عليهم، لأن وجودهم هو ضمانتنا، ولازم نحافظ عليهم مثل الألماس، نخبيهم بقلوبنا، لأنه لولا براءتهم وصلاتهم. هلأ المؤمنين مش ضروري يكونوا رجال دين أو مكرسين، كلنا مكرسين بروح القدس. ممكن تكون ستك اللي بتصلي ليل ونهار مسبحتها ببساطة وإيمانها،
هيدي عم تفتح لي السما اكثر من اللاهوت تبعي. مثل ما كان عم بيحكي مخلص، كلام بدون عمل، حكي بدون فعل، اسمع اقوالهم لا تفعلوا افعالهم. وهذا صار عم بقولوه لنا مع كل اسف. نعم. مع هؤلاء الفريسيين. مشان هيك نحن بحاجه لوقفه حقيقه، وهلا رح نشوف هي سبيلنا للوحده. فاذا يسوع بيقول بل لاجل الذين اعطيتهم لي لانهم لك، فكل ما هو لي هو لك وما لك هو لي وانا قد مجدت فيهم. فاذا مجد الله بيبين بالانسان اللي بيشبه الله، الم بمجد الله. لهيك القديسين كانوا بس يتالموا شو يقولوا؟ مع الامك يا يسوع، لمجدك يا يسوع. نحن شو عم نعمل؟ نحن ضيعنا كل هالامور. ولهيك لما اخوتنا اللي عم بيتصلوا او راح يتصلوا ونحن ناطرين اتصالاتهم، كثير مهم نفهم انه مسيحيتنا ما لنا شعارات، مسيحيتنا ما لنا هويه تذكره. اذا نحن ببلد المسيحي له كرامته بتباهى فيها، واذا ببلد المسيحي مدعوس بخبيه وبصير بيستحي اولى. شهادتنا نحن للنور. والنور ببين حيث المسيحيه منا حزب كمان. برافو عليك. ولا تيار. برافو عليك. هي طريقه حياه. ولهيك صليبنا هو خلاص مش مشطوب ليقتل حدا. مسيحنا انشطب بجرح لحتى يشفينا من كل جرح. لازم نميزها. كل هالامور انه نعمل مسيحيتنا نصغرها نصغرها، نقزمها اذا نستعمل التعبير، نمسخها لنعملها مثلنا، كثير كبير نهين الله بهالطريقه. ولنكبر على مستوى الله هيدي دعوتنا. ومثل ما قلت لك مره، جبران خليل جبران بيقول بحد كتبه كل سنه بيجتمع مسيح الانجيل مع مسيح لبنان. وبقضوا نهار بيعملوا رياضه روحيه مع بعضهم. باخر النهار بيفترقوا، كل واحد بيروح من طريق. بيقول له مسيح الانجيل لمسيح اللبنانيين اللي صار صوره عن مسيح العالم، اخشى ان لا نلتقي ابدا يا صديقي. شوف شو مؤلمه، مش رح نلتقي ابدا. لانه المسيح اللي عملوه المسيحيين على صورتهم غير المسيح اللي اجى ليعملون على صوره الله من صورته. يعني اجى المسيح ليعمل الانسان على صورته، اما الانسان عمل المسيح على صورته. برافو عليكي، لانه اسهل. لانه اذا عملته لصورتي برر غضبي، بينما اعمل حالي على صورته كيف بدي برر غضبي وخطاياي وعنده كل الرحمه. ولهيك نتحجج دائما بضعفنا اكثر ما نتحجج بقوه الله. نعم. حقيقه شيء مؤسف، بس بنقدر نقول هيك لحتى يضل عنا شويه رجع ابونا، انه خاصه انك كنت عم تحكي عن صدوم وعموره، انه لو لقى خمسه اخيار الله ما كان حرق المدينه. فينا نقول انه طالما بعد ما حرق هالعالم انه لانه في بعد ناس. انا قلت مشان هيك انا قلت ستك وببساطه. نعم. وببساطتهم هدول سندنا من دون ما نحطهم موضع للصخرية. ليك بتصلي مسبحتها قديش سخيفة. وليك أنا هدول بشوفهم قديسين ببساطتهم، لأنه ما بتفلسفوا بالأمور، عايشينها. هالمرة اللي عم تعجن عجيم ترسم إشارة الصليب بكل إيمان، اللي بتجي بتبارك أولادها، بتصلب على المي، بتفيق الصبح بترسم إشارة الصليب على أولادها، ما بتطلع من بيتها دون ما تحمل مسبحنا. هدول بشوفهم هدول قديسين، لأنه هدول ما عم يتباهوا، هي حياتهم، هي بساطتهم. يا تحكي هالكلمة بتزعل يسوع، ما تقول هالكلمة، هل أنا نقدس اليوم ما قدسنا، اليوم ما صلينا، فعلا هالإيمان بتشوفيهم، مش اللي ناطرين من الله شيء مقابل اللي عملوه، شيء ما ناطرين شيء هدول. هون بتذكر قصة واحد عجوز. نعم. طلع مرة بالباخرة ماري وقام بيصلي مسبحته، قام بيجي واحد من هالمتفلسفين من هالشباب بيقول شو يا عجوز بعدك عم تصلي مسبحة؟ بقول لك كبة بالبحر وشوف وين وصل العلم. قال له وين وصل العلم؟ قال له تصور العلم وصل في ماكينة بيدخلوا البقرة تطلع معلبات لحمة. نعم. قال له خي بس أنا بعرف ماكينة تانية كتير حلوة. قال له شو هي؟ قال له تصور الماكينة بتاخد عشبة من الأرض أول نهار، آخر نهار بتنزلون حليب كتير طيب. قال له شفت؟ فأنا عم أقول لك فتح ذهنك، مين هالماكينة اللي عم تحكي عنها؟ شو اسمها؟ قال له اسمها البقرة اللي خلقها الله، عمال مثلها. حلو. فإذا الفكرة مش نحن اللي نتباهى باللي بنعمله، نتباهى بالمواهب اللي أعطاني الله لنعمل اللي بنعمله. نعم. أبونا نحن حلقتنا انتهيت، وقتنا قرب يخلص، ما هو هيك؟ فبدنا نجيب على هالسؤالين اللي كنا طرحينهم. شو بيطلب منا يسوع لنعيش الوحدة؟ هذا السؤال الأول. نغير أول شيء اتجاه المحبة. بدل ما تكون مثل ما حكيتي فيني أنا حب ذاتي قدر حب الآخر أكثر مني، بدل ما أمشي وراء الحرف مثل الكاهن وتوقف عند الجريح وأحمله. يعني أنا أعطيت الجواب. ما أنا قلت محبة الزيت. أحمل الجريح. لأنه يوم اللي حمل الجريح هو يوصلوا لأورشليم. بس يوم اللي راح بالحرف الكاهن واللاوي ما وصلوا على أورشليم الجغرافيا،
سموصلة ورشاليم السماء لخلد يسوع. مع مشكلتنا اليوم كل واحد حاطط مراية وعم بيتعبد لذاته مش لالله، انتبه هالكلمة، عم بيعبد ذاته. نعم. عم بيعبد الحرف على حساب الروح، وعم بيعبد الكرسي على حساب الخدمة، وعم بيعبد الجيب على حساب القلب، وعم بيعبد اللقب على حساب المسيح. هي أبونا مشكلته للإنسان وسبب إذا بدك كل الشر هو الأنا الزيت. وصلنا هيدا الشيطان هيدا وهذا هو. تصور اليوم أنا كاهن يكون كل همي الأول أني بيّن فوق كل شيء في كاهنة. أنا ما بعد كاهن، بصير إنسان فاشل لأنه بصير كأنه بعرض ذاتي أكثر ما بعرض الله، هو بقدم الله بقدم ذاتي. هذا المشكلة الأولى. السؤال الثاني اللي طرحتي، السؤال الثاني، شو السبب، هو شو سبب عدم وجود الوحدة؟ سبب كتير بسيط، لأنه ما عم نفكر بالوحدة اللي بريدها الله، منفكر بالوحدة اللي بتخدم مصالحنا وبتحافظ على نفوسنا وعلى مراكزنا وعلى مناصبنا وتبين انه انا كنت على حق. وفلان هل بنسمع اليوم واحد بيجي بيقول لي ارثوذكسي، نحن الارثوذكس حق، انتم الكاثوليك غلط. بيجي الكاثوليك بيقول فشرط انت الغلطان انا الحق، كلنا على غلط لانه ما عرفنا نعيش وصيه يسوع اللي قال رعيه واحده وراعي واحد. الجسد ما بكون فيه عده روس، بيكون فيه راس واحد، ولا بيكون مسخ ما بيعيش. شفتي جسد له ثلاث اربع روس وبيعيش؟ ما بيطوي. فاذا وبيضيع، تصوري في كذا دماغ براسك كل واحد بيعطي امر للجسد، بيطلع انسان مخلوع لانه ما في تنسيق. نحن مخلوعين، نحن مشلولين، نحن اموات بدون الوحده. وهي اذا ما فهمناها اليوم نحن عم نضمحل. ومار بولس بيستعمل تعبير كثير قاسي وسوري بدي اقوله، بيقول ان كنتم تنهشون بعضكم بعض فاحذروا ان يفني بعضكم بعض. واذا بتقول انا لبولس وانا لابولس، اليوم نجي بنقولها معكوسه، انا لمار شربل ومار مارون، انا للقديس نقولها، انا للقديس غريغوريوس المنور، انا للقديس مرقس، انا للقديس انطونيوس، والمسيح وين صار فوق كل هدول؟ نعم للاسف، مع كل الاسف هي كارثتنا الكبرى. نعم. فاذا نحن بدنا نشكر كل الاشخاص يلي اتصلوا فينا، ونشكر كل الاشخاص اللي كانوا بيتواصلوا معنا عبر الفيسبوك، بعده عم بيجي رسائل ولكن وقتنا انتهى مشاهدينا. ابونا نحن بدنا نختم معك بصلاه، هالصلاه رح نكون عم نخصص بالذكر خاصه الاشخاص يلي تواصلوا معنا عبر التليفون. بنشكر وبنصلي على نيه ام هادي، شفيقه، ناديه، تقلى، إلي ماضي، ليلى، مخلص، وأبو جورج. وكمان عبر الفيسبوك منذكر أمل يعقوب، يوسف ميشيل، نجمة شمعون، سلمى أوشانا، نجاة أبو رجيلة، موسى سالم، ريما شرف الدين، ساسي، سنة سالم، نوار براز، أنتوان داغر، جورجينا حلا، إلي دبس، وإلي سامية. هول الأسامي اللي لحد هلا قدرت أخذهم. فمنشكر الجميع ومنشكر الجميع. أبونا رح نصلي سوا، تفضل. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. يا ربي يسوع المسيح، أعطينا التواضع لحتى نعترف بأغلاطنا قدامك وبحق بعضنا البعض. أعطينا يا رب الحب لإلك ليكون أكبر من حبنا لذاتنا لنتحد فيك وبعضنا. أعطينا نعرف إنه بدون ما نكون واحد ما منقدر نعطي شهادة لوجودك فينا. منكون مثل الرسل اللي عم بيتخانقوا مين الأول ومين الثاني وانت رايح تموت على الصليب. حطينا روحك ليوحدنا وليخلينا نتخلى عن كل شيء بيبعدنا عنك، ونصير نقول مثل بطرس ويوحنا، لا فضة عنا ولا ذهب، عنا يسوع وهيدا غنانا وهيدي حقيقتنا. أعطينا نطيع كلمتك فوق كل أوامر البشر، مثل ما صرخ رسولك بطرس إن الله أولى بالطاعة من البشر. أعطينا يا رب اليوم كل يوم نكون أمينين بأنك أنت الحب الأعظم بحياتنا، لا بل أنت حياتنا. علمنا نعرفك لنوصل للآب، وعلمنا نحب الآب اللي أرسلك لتخلصنا، وعلمنا نؤمن بروحك القدوس اللي بحررنا لنصرخ أبا أيها الآب. إلك يا إلهي الآب، مع ابنك يسوع، مع روحك القدوس، مع كل القديسين كل المجد، ولألهم كل الإكرام، هلأ وكل وقت ولدهر الداهرين، أمين. أمين.
شكرا أبونا، شكرا على هالحلقة الحلوة. كمان بدي أشكر فيروز راشد على مشاركتها. فإذا مشاهدينا هيك بتكون انتهيت حلقتنا لليوم. موعدنا بيتجدد بإذن الله الأسبوع المقبل، يعني ثلاثة المقبل الساعة 7:30 المساء بحلقة مباشرة على الهواء. حتى نلتقي بترك معكم سلام الرب، إلى اللقاء.